أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز كشف المرأة لمناطق في جسدها عند طبيب الرجل وهناك ومع وجود ممرضة معهم؟ ما يجوز إن الرجل يكشف على بدن المرأة إلا إذا لم يوجد طبيبة مختصة. إذا لم يوجد طبيبة مختصة يجوز عند الضرورة يكشف عليها رجل، وإذا وجد معه ممرضة زالت الخلوة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.